عندك جوج ليا لي بيلي، خصك تعطي الناس لاسيونس باش تقدر تاخذ لو سيرفيس ديالها وتشتغل ويدوز داك الشيء في احسن ظروف، وانتم الحمد لله شفتوا الامور كيفاش دازت. وخاص كذلك باش تكون الصحه ديالنا، لا القطاع الخاص ولا القطاع العام، كنشوفوا بان القطاع الخاص استثمارات تلو الاستثمارات، هذاك الشيء كيف راح غادي ان شاء الله، ولكن القطاع العام يعني واحد المجهود كبير اللي غادي يقوم به ابتداء ان شاء الله من هاد لي تيكست اللي غادي يكونوا عندكم، غادي يخرجوا غادي يمكن ينزلهم، لانه هو بدا وكيشتغل هذه شهور، وغادي نشوفوا ان شاء الله في هاد السنوات اللي جايه بخصوصا العامين اللي جايه، ما غاديش يبان الخدمه هذا العام كلها، ولكن غادي تبان دون لي دوزون افونير واحد التحول يعني في النظام ديالنا الصحي اللي هو غادي يكون جد مهم للساكنه والمواطنين. وشكرا.